احتفال يعكس الحفاظ على الموروث الثقافي الأمازيغي وتواكبه عدة طقوس وعادات. ربورتاج من إقليم إفران لعبد الله شقر وأحمد الفضيلي. نور القمر يضيء عتمة ليل دواوير أيت مسعد بجماعة بن صميم، وعلى غير العادة يلتقي أهل الدوار ليلا، والمناسبة الاحتفال بليلة رأس السنة الأمازيغية. الاحتفالات تختلف من منطقة إلى أخرى. هنا بضواحي مدينة أزرو تشرف النساء على إعداد وجبة الكسكس بالخضر المحلية، وجبة تكون فاتحة خير لسنة فلاحية جيدة. كان ديروا في أصبح خضاري سبع هاد الحاجات، كنديروا فيه خيزو، بطاطا، اللفت، القرعه الحمراء، الخضراء، الحمص، العدس، التمره. هنا ما تنديروش البزار حيت ما غاديش باش ما يكونش علينا العام حار. حنا كنتمناو ان شاء الله غادي يكون الشتاء والثلج وكل عام زوين علينا وعلى الكسيبة. حين تنتهي النساء من إعداد طبق الكسكس يتحلق حوله الجميع، وجبة عشاء من نوع خاص، ومن خلالها قد يحالف الحظ أحدهم ليجد ثمرة توضع سلفا في الطبق دون علم بمكانها، والمحظوظ بإيجاد الثمرة يتكلف بمفاتيح مخازن الأسرة خلال السنة الفلاحية الجديدة. اللي لقى ديك التمره هذيك في ديك الكسعه كيكون هو المحظوظ ديال الاسره، وكما قلنا واخا يكون يقدر يكون طفل صغير، يقدر يكون كبير، يقدر يكون مراه، يقدر يكون بنيه صغيره، يقدر هذا اللي لقى كيكون هذاك هو المحظوظ ديال الاسره، وهو اللي كياخذ يعني المفاتيح ديال الخزينه ديال يعني المخزون ديال الاسره، هو اللي كيدبر يعني كيكون المدبر الاقتصادي ديال الاسره طيله ديك السنه. بعد تعيين مدبر مخازن الأسرة خلال وجبة العشاء، جلسة شاي عائلية في حكم العادة، ومعها يتبادل الجميع التهانئ بحلول السنة الأمازيغية الجديدة، كما يتم التداول في أمور الفلاحة والزراعة خلال السنة الفلاحية الجديدة.